وقت لقيتك بالغابة وكنتي عم ترجفي بين إيدي، وقت فهمت إنه مستحيل أقدر أعيش بدونك لحظة، وبهديك الليلة أخذت القرار. مدام هيك ليش استنيت كل هالمدة؟ كل شي بوقته حلو هيام. الورد مثلا بده وقت ليفتح، ولما يفتح منقطفه ومنحطه قدامنا، لهيك كل واحد فينا ما بياخد غير نصيبه. إبراهيم بيعرف بالموضوع، هو الوحيد اللي قلت له. إبراهيم يعني كان بيعرف؟ غريب، كيف ما حاول إنه يمنعك؟ لا فخامته نايم. الله يستر. طيب ما بنقدر نفيقه؟ لا صعب كتير، لأنه الموضوع كتير مهم وضروري، لازم أوصله الخبر لجلالة السلطان. ما بقدر فيقه هلأ. شو بدي أعمل هلأ؟ شو متمني تطلع روحي وارتاح من هالحياة؟ شو بدي أعمل هلأ؟ روح وشعر شوي. مولاي السلطان، بعتذر كتير على إزعاجكم. أنت شو جابك من وش الصبح؟ جاي أخبركم إنه إبراهيم باشا مريض كتير يا مولاي. ليش شو صاير معه؟ لسه ما بعرف شي عنه، بس قالوا لي إنه وضعه خطير وما بيطمن أبدا. سلطانة سنبول آغا، إبراهيم باشا شو صاير معه؟ الله أعلم بحالته يا سلطانة. في شخص بخصك عم يكبر طموحه وعم يقرب من الموت. خليك قوي. أنا جنبك، لازم تعيش حبيبي مشان ابنك ومشاني. لا تتركنا. ياسر أفندي، مشان الله ساعده. قالونا إنه تصاوب بسهم مسمم يا ياسر أفندي. حاول إنك تنقذه مثل ما أنقذته قبل. ليش ما عم ترد علي؟ ممنوع إنه يموت الباشا. أخي إبراهيم عم يموت. اللي نحن شو لازم نساوي؟ خديجة طولي بالك، هلأ بشوف. فريال تعالي، خدي خديجة على غرفتها. اللي شو وضعه؟ بظن أنه تأخرنا يا مولاي، لأنه السم انتشر بكل جسمه. السهم يلي ضربوه فيه مسمم. عن شو عم تحكي؟ أي سهم هاد؟ الباشا لما كان بحفلة الأمراء حاولوا أنهم يقتلوه. مولاي السلطان، انتو شلون بتخبوا عني هيك شي؟ الباشا رفض نخبركم لأنه الحادثة صارت بيوم كتب كتابكم. بعدين نحن تأكدنا أنه الجرح بسيط وما في كيف داعي. بدول بسيط؟ سهم مسموم. روحوا لقوا اللي سوا هالشي فورا. نحن عم ندور عليه مولاي. هالموضوع أنا رح تابعه شخصيا، والشخص اللي عمل هالعملة ما رح أرحمه بنوب. خديجة الزعل مو منيح لا إليك ولا لابنك. بإذن الله إبراهيم رح يتجاوز هاي المحنة ويقوم ورح يطيب بسرعة.
وبلكي ما تجاوزها. معقول يموت يعني؟ بدهم يقتلوه؟ خديجة مولاي، ليش بدهم يقتلوه لزوجي؟ انت وعدتني بزمانك انك رح تحمي حياة ابراهيم، خديجة بنتي. حبيبتي ابراهيم عم يموت، ليش هيك ساوفي؟ ومين يلي بده يخلص منه؟ اكيد اللي ارتكب هالجريمة بيكرهه كتير. وضعه كتير سيء، ومولاي بده يانا نلاقي الشخص اللي ارتكب هالجريمة بأسرع وقت، وهذا يلي عم نحاول نعرفه. إياس باشا. بسام باشا، خير؟ في شي صاير؟ يا باشا حضرتك اللي طلبتني. نسيت هالشي والله. هلأ مو فاضي، بشوفك بغير يوم. ما تواخذوني يا باشا، خبروني في شي. السهم اللي صاب إبراهيم باشا اليوم طلع مسمم وحالته خطيرة. إياس باشا، شوفي هلأ مسكوا للشخص اللي حاول يغتاله لإبراهيم باشا. وقف شوي، ليش ماسكينه؟ لأنه حاول يقتله لإبراهيم باشا. ليش قتلوا للباشا؟ أنت شو عم تقول؟ معقول إبراهيم باشا يموت؟ إيه، ما كلياتنا بدنا نموت بالآخر. والله كلامك صحيح يا أخي، كلنا على هالطريق. قوم يا إبراهيم، لازم تصحى. ما بدي اياك تستسلم بهالسهولة. اصبر، تحمل. أنا جنبك. أنا رح أقول ما بدي إياك تحكي هيك، لسه في عنا أهداف كتيرة رح نحققها، وفي كتير بلاد رح نغزيها سوا. بوعدك رح نمسك اللي عمل فيك هيك، وأنا بنفسي رح أعاقبه على هالجريمة، وبأكد لك هالشي. قلت لك إنك قربتني بحال. قدام الكل اني اعطيتك رتبة الوزير القائد للجيش العثماني الشريف بهي الحالة. ممنونك لانه هذا شرف كبير لي يا مولاي.
مولاي بهي الوظيفة حضرتك قربتني من الموت أكثر. إبراهيم باشا هو الشخص الوحيد اللي بياخد كل التدابير والأحكام اللي بتخص الدولة العلية من دون ما يرجع إلي أنا السلطان طالما أنا على قيد الحياة. تتذكر لما قلت لي إن منصب قائد الجيش رح يقرب كثير من الموت يا إبراهيم؟ أنا بهذا القرار عم حاول خلصك من هذا الخوف اللي قاعد جواتك. اوعك تفكر للحظة أن روحك رخيصة يا إبراهيم، ولازم تعرف أنت تحت حمايتي. بهالقرار عم بحميك حتى من حالي. أنا قضيت كل حياتي بخدمتك. وأكثر من مرة واجهت الموت. بعتوا الحكيم. إبراهيم، إبراهيم البرقي، صهري والمسؤول عن حمايتي، الوزير الأعظم وقائد الجيش وبطل الأبطال، مستحيل نسمح للموت ياخذك مني. لسه بكير على الموت يا إبراهيم، أنت رفيق دربي ومثل أخي ورفيق سعادتي وانتصاراتي وحزني وفرحي وحلمي، ورفيقي بالهزيمة وحامل أسراري وصديقي. مستحيل خليك تروح وتترك خديجة تعيش كل الحزن. هي بتحبك وانت بتحبك، ما رح أقبل انك تموت. انت عشت معي أجمل وأحلى اللحظات اللي مريت فيها بحياتي، شو لازم ساوي لحتى ترد عنك الموت؟ أنا مستعد ساوي أي شيء بس كرمال شوفك واقف جنبي. يا رب العالمين، انت الوحيد اللي لازم الإنسان يلجأ له بهيك ظرف. أنا بتوسل لك من كل قلبي إنك تترقف بحالة إبراهيم وتمخزو من الحال اللي هو فيها. أنت الشافي، أنت المعافي، يا أرحم الراحمين ارحمنا. أنت اللي طلبت من عبادك إنهم يدعو لك بالأوقات الصعبة. أنا عبدك المؤمن والمطيع، بترجاك ما تحرق قلبنا على إبراهيم باشا. بترجاك يا رب العالمين. مولاي نصوح أفندي، حالة إبراهيم باشا مو منيحة أبدا. ياسر أفندي عم بيقول إنه جسمه ما راح يقاوم. مولاي إذا بتسمح لي، أنا في عندي اقتراح بس ما بعرف إذا راح يفيد. قول يا نصوح، أنا مستعد ساوي أي شيء. يا واحد مسكناه بالمينا، هو عم بحاول يهرب. بهالحالة لكان انت اللي حاولت تقتل إبراهيم باشا، ما هيك؟ ومين هاد؟ كان مع هالمجرم لما مسكناه. مين بتكونوا انتو؟
عم احكي معك وردوا علي. قل لي انت مين؟ ارجع اقول الشي اللي حكيت لي اياه. ياسر افندي، في على طريق شيلة مغارة تحت الأرض، والناس بتقول إنه المية اللي بالمغارة بتعالج الحالات المسمومة يلي مثل حالة الباشا، فخلينا ناخده لهنيك. شو رأيك ياسر أفندي؟ فينا ناخده لهنيك؟ ما رح نخسر شي لو أخذنا لهنيك يا مولاي. وأنا هيك بشوف، لأنه أوقات هيك محاولات بتجيب نتيجة. ست فريال، بعتي خبر لسنبل مشان يحضر كل شي، رح ياخدوا إبراهيم باشا لهديك المغارة، وإنت وياسر أفندي رح ترافقوه. فريال روحي معهم، بلكي احتاجوكي. أمرك مولاتي السلطانة. وأنا بدي روح. ما بصير، مستحيل خليكي تروحي وانت حامل. أمي لو سمحتي خليني روح معهم، لا تمنعيني. ما بصير يا خديجة، ما فيك تروحي، خليكي معنا. قول مين اللي استأجركن؟ مين بيكون هو؟ يعني ما بدك تحكي؟ قول مين هو أحسن لك. موتني أخي. أخوك؟ أنتوا أخوي عن جد؟ ما دام روحك ما لقيمة عندك، خليني لك عم بلش بأخوك. احكي احكي. خلص رح أقول كل شيء. مين استأجركن؟ إياس باشا. إياس؟ إياس باشا هو استأجرنا. مولاي، من شوي استجوبت المتهمين وهنن بالأول ما كانوا ناويين إنهم يحكوا، بس بعدين حكوا كل شيء. المهم شو قالوا لك؟ هنن قالوا إنه يلي طلب منهم يساووا هالشي هو إياس باشا. أنا مستحيل صدق هالحكي. أنا كمان بالأول ما صدقتهم، وقلت لحالي بدهم يلبسوا التهمة لأي واحد. بس شو أحكي؟ ممكن يكون حكيهم صح، لأنه إذا إبراهيم باشا مات فهالشي رح يكون لصالح إياس باشا، وهيك إياس باشا رح يستلم كل صلاحيات الوزير الأعظم. رح روح شوفهم وحقق معهم بنفسي. دول مقتولين يا حراس. مين تجرأ وقتلون؟ مين فات لهون؟ ما منعرف يا بيك، والله ما منعرف. قلي مين يلي فات لهون؟ مين؟ بعد ما رحت اجا واحد لهون قال انه موظف كبير هو يلي فات لعنده. ما عرفتوا مين هو؟ ما عرفنا، وكان معه فرمان من جلالة السلطان ورجانا يا بالي بيك. في هون بيناتنا خوني، أنا اليوم لازم أعرف مين هني. مولاي. شو هاد؟ هاي رسالة من الكيرم. في أخبار عن إبراهيم باشا؟ وصلوا على المغارة، كم يوم وإن شاء الله الباشا رح يرجع لنا بالسلامة. آمين. والموضوع الثاني؟ إياس باشا ما وافق،
وحاول يبين لي أنه رافض الموضوع، بس أنا برأيي أنه هو عمل هيك لأنه مو واثق فيني. إياس باشا مو هاي هي أهدافه، أنا هيك رأيي. بعدين إبراهيم باشا هو اللي دخله على الديوان. بس الإنسان بيتغير، ويلي بتشوفه جلالتك أكيد رح نساوي. راقبوه كم يوم. مولاي لازم شوف السلطانة فورا. مولاي السلطانة الأم ما فيها تشوف جلالتك، هي عم تقول إنه صاير ما عم تلتزم بالقواعد يا سليمان. في أخبار من الكيرم ما بتتأجل يا سلطانة. إخواتك صاحب جيراي خان وسعدة جيران خان عم يتقاتلوا كرمال المناصب، والحرب بلشت بيناتهم. يا رب تهديهم وتمرق هالموضوع على خير. آمين. عم تجينا المصايب ورا بعضها، بالأول زواجك وبعدين إبراهيم وهلأ إخواتي عم يتقاتلوا. المهم إنه ما نخسر حدا منهم لأنه الوضع مو منيح. يا ريت لو أقدر جيب بنت أخي آي بي كي لعندي، هي كتير بحبها، وإذا بصر لها شي والله بموت من الزعل. هلأ بعطي أوامري بيروحوا بيجيبولك إياها. طمني يا ست الكل، آي بي كي رح توصل لهون بخير وسلامة. قول إن شاء الله تكون لسا عايشة. الحمد لله أنه أخيراً قررتي تحكي معي يا ست الكل. أنا لسه زعلانة منك يا سليمان، لأنك ما سمعتني وتعاملت معي بطريقة وكأني مو موجودة. كأنك ناوي تكبر الموضوع يا سلطانة. مدام عم تقول هيك اسمع، الظاهر لازم تعرف مين اتجوزت. هويا مرتك هي خانتك يا سليمان، وخانتك مع ليو الرسام الأجنبي. عرفاني خطورة الشي اللي عم تحكي؟ شو هالاتهام هاد؟ مع الأسف هيام ما منيحة. المرة يلي انت حاربت كل الدنيا كرمالها خانتك وما رف إلا جفن. هالكلام مو مقبول يا سلطانة، جيبيلي دليل، بدي إثبات على هالشي. صدقني كان في عندي دليل، بس هيام حرقته. أنا بعرف قديش أنت بتكرهيها، بس معقول هذا الشيء يخليكي إنك تتهمي أم أحفادك وتفتري عليها وعليهم يا سلطان؟ معقول الحقد والكراهية يخلوكي تعملي هيك؟ وإذا سمعت هالشي من هيام وقتها بتصدقني؟ إيه وقتها أكيد رح صدق. استنى هون واسمع. درة نادولي هيام. أملك مولاتي رح نادي لها. انت لا تروحي.
مرتاح للي عم بيصير هون يا سلطانة. شو السبب؟ لتكون مانك واثق منها ولا خايف من الحقيقة اللي بدك تسمعها؟ سلطانة؟ شوفي سلطانة الأم ليش بتدياني؟ ما بعرف يا سلطانة. كيف ما بتعرفي؟ ما قالوا لي شي. خير إن شاء الله. مولاتي قال بدك تشوفيني. يعني صار اللي بدك اياه والسلطان كتب كتابه عليكي. ومين ما بتتمنى هالشي يا سلطانة؟ كنت احلم فيه والحمد لله انه تحقق. وهلأ شو ناوية تساوي؟ انتي على شو عم تخططي؟ ومن مين حابة تتخلصي؟ من إبراهيم؟ ليكو عم يموت وكل الفضل بيرجع إلك بهالشي. سلطانة شو دخلني بمحاولة قتل الباشا؟ مو قلتي رح تتخلصي منا واحد ورا التاني؟ يمكن ناوية تنتقمي لليو حبيبك.